نروح بعد كده مع حضراتكم بقى، وخبر هنا مهم ويهم اعتقد كل الشباب اللي بيبحثوا عن عمل. وزاره الشباب والرياضه اعلنت من خلال مبادره طور وغير عدد من الايام المفتوحه هنا لتوظيف الشباب على مدار شهر سبتمبر لجميع المؤهلات من مختلف المحافظات لتوفير فرص عمل في تخصصات كمان مختلفه. للتعرف طبعا على الوظائف بقى المتاحه ومميزات العمل والتسجيل ده هيكون من خلال الرابط اللي هيظهر او اللي ظاهر لحضراتكم دلوقتي على الشاشه. وكمان الايام المفتوحه هتكون مفروض من الحد والاربع من كل يوم ابتداء من النهارده وحتى 4 اكتوبر المقبل. يعني نتمنى ان تكون دي مبادره وتساعد الى حد كبير يعني في ان الشباب فعلا يقدروا ان هم يحصلوا على فرصه عمل بعد ما يتدربوا بشكل لائق. لان احنا بنتكلم على فكره طور وغير، دي مش مبادره جديده، دي موجوده كمان من السنه اللي فاتت لكن هي مستمره. وكمان سياده الوزير وزير الشباب والرياضه كان حريص جدا ان هو يصل كمان لاكبر عدد من الشباب. وكمان خلينا نقول ان ده نفس سياق اهتمام القياده السياسيه بفكره القضاء على البطاله. فكل ده بيندرج تحت في الاول وفي الاخر مصلحه الشاب المصري ان هو لما يتخرج يكون عنده من الامكانيات اللي تساعده ان هو يلاقي فرصه عمل تليق بيه وتليق كمان بمستقبله، مش ان هو يبتدي من الصفر. انت عارف ناس بعد ما بتخلص اوقات الدراسه بيبتدي بقى من الصفر، لسه ما عندوش مؤهلات تسمح له ان هو يندرج جوه سوق العمل ويحصل على فرصه حقيقيه. فمهم ان ده يكون من الاول قبل حتى لما تبتدي شغل علشان يبقى مستقبلك يعني الى حد كبير اريح كمان.